هل مؤخر الزوجة دين على الزوج؟ المؤخر في الصداق نوعان، المؤخر في الصداق نوعان. النوع الأول هو أن يأتي الرجل يتزوج المرأة، مثلا أبو بشار، يلا دورك أبو بشار، هذه اي نعم، بس أبو بشار وين من زمان متزوج؟ طيب كل واحد أبو بشار مثلا جاء تقدم لمبشار، مثلا قبل ما يصير أبو بشار، قبل ما يصير يوم بشار، زين جاء تقدم لها فقال كم المهر، اتفق معاهم المهر مثلا ذاك الوقت 5000 مثلا، قالوا خلاص موافقين، قال بس أنا ترى فقير عندي الحين 1500 و 3500 دين، يعني بعدين أسددها مثل ما يسر الله سبحانه وتعالى، قالوا ما عندنا مانع. فهذه يسمونه مؤخر، هذه يسمونه مؤخر الصداق، دفع 1500 وباقي عليه 3500، وكل بين شهرين 3 أشهر مثل ما تيسر عطاها 100، عطاها 200، عطاها 300، عطاها كذا لين يسدد. واضح ولا لا؟ نفرض الحين مبشر باقي عليه 1000، خلص 4000 بقى عليه 1000، هذا الألف يعتبر أيضا إيش؟ من مؤخر الصدق، ليه الحين يبقى شنو؟ دين عليه يسدده. لو قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر طبيعي لا تزعل، يعني مات أبو بشار مثلا، هذا المال يخرج من التركة قبل توزيع الميراث، هذا من الديون، من الديون التي تقسم قبل توزيع الميراث، يعني دين لها غير الميراثها، غير ميراثها الثمن تأخذ أيضا الألف لأن هذا دين لها عليه. واضح شاتها، هذا مؤخر الصدق.